أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. تغيرات طباع وصارت أنواع. ما السبب يا ناس ولماذا؟ يك شراسة من طبع السباع والطيبة في الإنسان منذ الولادة. خلي والمكر والغدر للوحوش الجياع، وإحنا نخليه والحلم فينا عادة. لاش تطاحن لاش صراع، واجبنا الحب لأبعد مدى. لا تجعل غيرك عرضة للضياع، وتسبب له التعاسة بدل السعادة. لا للضياع لا للضياع. مسرح الإذاعة المغربية يقدم لا للضياع لا للضياع، مسلسل اجتماعي في حلقات. تأليف وإخراج أنور الجند. الحلقة 21. حسنا ما فعلت يا بجلو. واه واش انت بغيتي تبقى في شد ليا نقطع عليك مع حرامكم المصون، مع كامل التقدير والاحترام لشخصيتها؟ ايوا حتى لشي نهار لا يديرها ولا يكتبها ولا يقدرها تفوت في ام ابنك الاعزاء شي بنيه مولا كماتيه. ها تسدخوها امام العديان والجيران. الانسان هو اللي يحضر عقله ويكون حكيم وعاقل ويبدل الساعه باخرى ويخوي الدار للزوجه الفاضله باش ما يقلقهاش او يخسر خاطرها. وانا بجلول سينكو سبينكو عليا، انا من المؤمنين بالحكمه اللي كتقول الباب اللي يدخل لك من الريح سدو واستريح. وبصراحه انا كنهنك اللي خرجتي من الدار وتصرفتي بهذا النوت الرزانه. اخويا ما كاين اللي بقى فيا قد الدراري. الدراري ما بغيتهمش يشوفوني في هذه الحاله. اش كتقول بجلول؟ على انت عندك الدراري؟ اشنو مولاي الخير، راه عندك الرجال او بالاحرى راجل والفم اللي يقول رجل وبنت. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحجبها على باب الزواج، الله يجيب لها شي ولد الحلال اللي تعيش معاه في الافراح والمسرات وجميل اللص ومطعون وكل اسباب الراحه الزوجيه محروم منها وكل اسباب النحس والتعاسه مفرده لك امسكين. ايوا سيدي حتالين داكشي اللي كاين اخويا رحال، خوك وصله فيه الجدر ومضرور من جوج دجويه ومن جوج ديال النساء. قلبي مجروح ومذبوح على جوج المرات، مجروح بالنحس المرأة أم الولاد، إيوا مذبوح بلوعات والعشق وحب سناء. كيبغي يخرج ليا العقل وقلبي من بلاصتهم النهار اللي كتعتذر لي وكتقول لي ما جاياش. يا سيدي يا سيدي الله يهديك، حل معايا عقلك. لا تهتم، ما بقى قد ما فات بجلول. لقاء الحبيبين قريب، لقد أوشك اجتماع الحبيب بالحبيبة. بحال شهر بحال اش غادي نقول لك أستاذ، لقدني الظروف مع واحد السيد فاضل من أفضل الناس ما فضلته قدامك. سمسار متحنك، سمسار كتحطو على الجحبرة وصيتو يلقى لينا شي دويرة فروجية ومضوية، ما تكون كبيرة ما تكون صغيرة، دويرة على قد الحال يعني دويرة تجمع جوج الطويرات ويرفرفوا فيها بجناحهم كما يشتهون ويرغبون. سير الله يعطيك البصخ الجن. الحصول بلا بيك انا ما نعرف لا ما نقدم ولا ما نوخر. ايوا وعلى انا شنو دوري في الحياه الى ما سعدت استاذي ونور لي حياته ونجمعوا بلا لا سناء مراته اللي غادي تخلي اللي غادي تحلي وقاته حتى كل شيء بدا يقول بجلو سعدته. مشتاق رحال داك النهار اللي لقى فيه الحبيبة سناء، ضمنا وجمعنا بيت واحد وسقف واحد. قريب الحبيب، هذا الموضوع ضربوا المطيط ولا عليك. وكيف كنقول لك ديما، راه حتى حاجة ما محال على رحال. دي دومان غادي نمشي نشوف سيادة السمسار المقتدر المعلم جويلق. على حقاش بزاف أستاذي هذا الضغط النفسي، نفسي ما تسمح لياش نخليك في هذه الحاله المزريه. وحتى هي اخويا رحل راه ولات كتلح عليا باش نشري ليها الدار. ها اللي قلنا، وباين ليا الا ما حققت ليهاش هذه الرغبه يمكن تخلى عليا. وانت عارف اخويا رحل باللي ما يمكنش نستغنى عليها. سناء ولات بالنسبه ليا هي الهوى اللي كنستنشق، والعين باش كنشوف، والعقل هي اخويا العقل باش كنفكر. ولا لا انا راه عارفك مكوي. صافي يا استاذي ما يكون بس عندك، انا غادي نهنيك من هذا المرض العاطفي. انا طبيبك، انا الطبيب اللي غادي يلاقيك بالحبيب. ايوا هنينا دابا وخلينا لنسافر بخيالنا وعقلنا وقلوبنا.
شكرا اخويا رحال يلي ما كيعرف محال. شكون بابا؟ خالتي الحاجة عيشة. السلام عليكم. خسارة خسارة ما كنعرفش نزغرت، اما كن نكسر الدنيا بالتزغريت. وعليها انا اش كنعمل؟ اش كدير زهور المرافقة الخاصة ديال حبيبتها الحاجة عيشة؟ الا ما زغرتات لاش لايق هاد الفم واللسان الا ما تحفكمش. الله يعطيك الصحة اختي زهور. زيدوا زيدوا تفضلوا، هذا نهار كبير وكثر من كبير، نهار من سعيد. ربي يخليك يا بنيتي يا هيبة. زهور خلي داك شي للكوزينة. حاضر امرك لالا. مي لالا مي لالا اجي تشوفي شكون اللي جا عندنا. شكون عهيبة شكون؟ ايوا اجي تشوفي المفاجأة. ياك ما بقى غا قوس الكرتونات. على هما غير الكرتونات. هاي 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 سيد الحاج طاهر والحاجة عيشة في داري، على رقبتي حتى عيب عليكم، عيب عليكم وحشومة. ولي يا جدة كيفاش عيب وحشومة؟ لا لا لا، هادي ما درتي وشي فيها ما يتعاود، هادي خليتو فيها وشمتي ولي شمتها عند الله خبرها، شمتها نعاودها الحفار قبري. بطول عمرك يا جدة الحبيبة. ولكن اش دار بابا وماما عيشة؟ كيفاش اش داروا؟ يجيو بلا ما يعلموني. ايوا احنا الحاجة جايين لدارنا ولا لا؟ معلوم لداركم ما قلناش لا، ولكن لاش لايق الحليب والتمر الى ما لاق لهاد المناسبة الزينة؟ هذا راه نهار العيد عندي. الله يكبر بك الحاج شرقية. ولكن كنتي تخبروني على لما طابت شي الضلعة وتفور الشواء وتوجدات البسطيلة والمحنشة في بحال هاد اليوم، إمتى غادي يوجدوا؟ وشكون غادي ياكل لك هاد الماكل المضخمة؟ كلنا دايرين الريجيم. اللهم إلا بغيتي انتي تاكلي الضلعة واللحم المفور وحنا نتفرجوا فيك. أحياني يا وليدي، فاين هما السنان ديال هاد الخيرات ولا المعدة ديالهم؟ انا بغيت نرحب بكم نتوما، نتوما اللي عزيزين عليا وساكنين في قلبي. يرحب بك الخير الحاج شرقية، ولكن بصراحه احنا اليوم جينا باش نقولوا لك بصفه رسميه مرحبا بك في دارنا انت وبنيتي هبه، والسي الحاج راه قرر وصمم باش يجي بنفسه باش يديكم، وما باقيش كيسمح باش نتوما تبقاو في جيعه وحنا نبقاو في جيعه. يا بنيتي ولكن ما كاين ما ولكن الحاجة، حتى عذر ما مقبول منك. وانا فضلت على الرقية باش نجيو انا والحاجة، وهي بنفسها اللي تعرض عليكم الطلب، وهي اللي تديكم باش تعرفوا راه ماشي غير انا اللي كان لحل المجي ديالكم. عارفة كيف هي حتى هي حاسة باللي خالتها الحاجة عيشة كتعتبرها بحال بنتها. ايوا راه ربي اللي مطلع. غير وكان الحاج والحاجة حويجاتي حوايج خصهم ما حوايج كالحاجة. صافي هناك الله، انا من اليوم بحالي بحال الكوايريه، انا عندك بخيطي معاره عندك انت واختي هبه واحد 48 ساعه حتى نهنيك ونعاونك في الكرتونات والباليزات والرزمات والملبوسات، ونحيحوا على الدار تحيحات ونضربوا ليها تصيقات حتى تولي كتشعل شعيل وكتطلب الشرع. ايوا هذه ساعه مبروكه مسعوده اللي غادي تدوزوا معنا هاد اليومين اختي زهر. وانا بهاد الساعه اسعد، الله يرحم عليها كلام الممثلين، واخا انا ما غاديش نسخب لالا وعزيزي. انا لا غير سخايبينا، حتى حنا بغينا ودنينا يرتاحوا واحد يومين. ياك لالا هذا ما سويت عندك، سخيتي بيا. يا حسرتي يا ويلتي يا لالا حبيبتي، قربت تنزل لي دمعتي. بالحق فرحتي بوجودي في دار الحاجة رقية جدتي، والحبيبة هبة اختي وصديقتي، نسياني حرقتي ومأساتي. على زهور عندك الحق جلو، عندك الحق ابو ولادي، عندك الحق من بعد ما ربيت شبابي ودوز عمري معاك في الكفاح تلوحني لوحه الكلاب، وتمشي وتبدا حياتك من بدا وجديد. الوالدة اش من حياه؟ اش من حياه الله يهديك. انا على يقين راه غير الفلوس اللي عاملين هادشي، وانا متاكد غير يتقاداو هاد الجوج ديال الزوارغ غادي يضرب راسو الوالد، غادي يضرب راسو المعقول. وتما ما تقوليش على راسك لوحه الكلاب، بالعكس انت امي من نهار كنتي، وانت زوجه وفيه، ام ضحيه، امراه مناضله ومكافحه وصبوره. نساو وليدي شحال قصيت معاه من اللي بدينا من الصفر،
انسى نهار كان كيلوح لي 30 درهم نعمل منها الفطور والغداء والكسكروط والعشاء. انسى نهار بدا في الوظيف ربنا خلق سنة ونوض انا نرقع حوايجو ونخيط تقاشرو ونحفي عينيا في تخيط تريكو يد الصفا شي يلبسو شي نبيعو باش نتعاونو على الزمان. انسى شحال دبرت في يديا بالصابون الجوج ديال الكساوي وجوج ديال القوامج نصبن بالليل ونفيق في الفجر نشف الحوايج من الاول حتى من الصوفيت ماس وزيد وزيد باش باك وليدي يخرج ويبان نقي قدام قرانو وقدام الناس اللي كيخدم معاهم. انسى انسى شحال صاوب ديال البريوات والحلويات والزميطه والورقه ديال البسطيله شحال درت بهم باش نبيع للناس الميسورين وجوج الباتيسريات اللي كانوا عندنا في الدريبه اللي كنا ساكنين فيها. انسى شحال من مره وقفت بلا مصروف ونوض انا ندق على الجارات ونحشم وجهي مع اللي رضيت بها واللي ما رضيتش بها باش نتصرف الخمسين درهم باش نقضي. اما نهار اللي تولدتي انت واختك منى يا وليدي خلاص اخر حاجه مرضكم ما كنتش كنلقى ليه الدواء وما عنديش مصروفه وكما كانش يا وليدي دواء المسلمين الدواء البلدي اللي كانت كتصيفط لي امي الله يرحمها من البلاد. اما انا يا وليدي يا فيصل ويا بنتي يا منى عمرني ما قلت بغيت ولا تشهيت جلابه كندوز بها 4 سنين وخمس سنين كل العرضات كنت كندير منهم بناقص لانني ما عنديش حتى تكشيطه باش نحضر للحضور. الكونجي عمرني ما حلمت به كباريتها كنهزكم مره في 3 سنين ونقبطوا الكار ونمشيو للبلاد عند جداكم في الباديه كنت حمد الله عليها ساعه عمرني ما قلت ولا سمعت صوتي ولا حركت فمي. فمي اليوم اللي كيقول لي عليه كيخرج منه السم بحال الجبعه. انا على كبري من بعد هاد العمر ديال التضحيه وليت لفا. حاشا ماما حاشا ماما ما تقوليش هاد الهضره. انت يا ماما مالك انت بلا بيك احنا ما نكونوش ولا حتى بابا ما كان غادي يوصل المنصب اللي درك في ادارته حتى خرج بسلم اداري مهم. لا ماما لا لا انسى شحال شجعت فيه ورجعت معاه وصارت معاه باش يدوز لي كونكور الامتحانات باش يترقى في خدمته. هادشي كله محسوب ليك في ميزان حسناتك امي دابا ما تفقسيش راسك ونزيد ناكد ليك باللي العمليه مجرد سحابه صيف وستمر امي حتى يفوت الفوت حتى يفوت الفوت يا ولدي يا فيصل حتى تضربوا الجايحة الله يستر او توقع لي شي مصيبة لعلى يديرها ان شاء الله ما غادي يوقع ليه والو. ثم يا كمي قلتي الحاج الطهر رجل عمتي غادي يهضر معاه هو على الاقل غادي يحشم منه ويدير بوجهه. ايه ايه عزيزي الحاج الطهر غادي يحشم منه بابا. عرفتي يا ماما عرفتي يا خويا فيصل علاش ما نمشيوش حنا لعندهم منها تقولي لعمتي مجرى ومنها ناكدوا على عزيزي الحاج ومنها نشوف كريمه توحشتها وتوحشت فيلتهم الكبيره وجردتهم ولبسين ديالهم الله وحتى كلابهم الزوينين. ما عرفتش علاش بابا ملي قبض ديك المياد المليون وزياده ما دارش لينا حتى حنا فيلا واخا تكون غير صغيره المهم فيلا كنا نبيعوها الدار وعلى الفلوس اللي عنده وكنا حنا نتفركسوا بحال كريم وبحال صحاباتي. دابا حنا في المأساة ديال الوالد والحزن ديال الوالده وانتي جالسه كتحلمي عنا بافكارك العوجه. علاش اسيدي عوجه علاش ماشي من حقي نكون حتى انا طموحه ونتمنى؟ طبعا من حقك ولكن طموح الانسان خصو يكون مقرون باجتهاده وبكده وقبل وبعد كل شيء يكون مقرون بنفسه هو. طموح شيء جميل وجميل جدا وغادي يكون اجمل اذا كان تحقيقه راهين بذات الانسان ماشي على حساب الغير. مرحبا بك. طموحاتك منى ومتمنياتك من حقك من حقك تحلمي بها كيف ما بغيتي ولكن الاحلام خص الانسان يحققها انطلاقا من صهره انطلاقا من فياقه انطلاقا من تحصيله ومتبرته من تعبه وجده وجديته وانتهاء الحياه امامك على طولها وعرضها والمستقبل فاتح دراعه لاستقبال اي واحد غرضه يوصل لاعلى المراتب والمصاف
والعيب والعار لله الا حليتي فمك على شي حاجه في نطاق المعقول والمنطق في نطاق مساعدتك للوصول للتمني اللي كتمناي والطموح اللي غرضك تحققيه الا غاب الوالد انا موجود باذن الله عمرني ما نخليكم مخصوصين من شي حاجه. الله يحفظك لينا وليدي فيصل. الله يحفظك لينا وليدي فيصل ولله يخطيك علينا والله يخليك لينا مكب ويجعلك خليفه لينا ويطول عمرك الوالدة وعمر الوالد. الله يرضى به ويرجعه للطريق المستقيم. آمين آمين يا رب العالمين. كنتم مع المسلسل الاجتماعي لا للضياع. شارك في هذه الحلقة فاطمة بمزيان، ماريا صادق، أحمد الناجي، بن عبد الله الجندي، جمال بن شيبة، جيهان مينا، وأنور الجندي. هندسة الصوت محمد الناجي بمساعدة فاطمة لتيمي. المخرج المنفذ حميد زيان. لا للضياع تأليف وإخراج أنور الجندي.